السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ والله وحشتوني كتير. ربنا يحفظكم جميعا ويديم علينا المحبة يا رب ويخلينا لبعض ان شاء الله بمشيئته. راجع لكم النهاردة بكواليس الرحلة اللي فاتت. طبعا زي ما احنا عارفين كل رحلة بيبقى ليها كواليسها. في كواليس احنا بنتعمد نقولها عشان نستفيد منها بشيء ونطلع منها بمعلومة كويسة. النهاردة ان شاء الله الفيديو ده كله سمك بإذن الله، وفيديو هيعجبكم خالص، هينال إعجابكم بمشيئة الله. بس ده عمل لينا ما تنسيناش بلايك. خليكم معانا نروح للكواليس. يلا الانترو. بداية حكايتنا النهاردة يا جماعة، احنا في بركة غليون. المكان ده زي ما احنا قلنا في جزء منه مكان عسكري ما ينفعش تدخله غير بتصريح. برضو زي ما كنت قايل لحضراتكم قبل كده ان انا بننتمي للمكان ده، بمعنى ان انا في ناس ليا معاهم عشرة طويلة سنين، زائد ان انا برضو عشت هنا سنتين، زائد ان انا كان جيشي اصلا في المكان ده حرس حدود، فانا ليا انتماء كبير للمكان ده، وكان اكل عيشي هناك، وكان ليا اكل عيش هناك، وكان ليا مصالح هناك. بننتمي للمكان من الاخر يعني. زي ما قلت جالي تليفون طبعا من اخ ليا هناك عشرة قديمة برضو، كنت انا قايل له اول ما تشوف حد بيصطاد بوري يبقى قول لي. قال لي احنا ما بنعرفش نصطاد بوري، هم الناس هنا ما بتهتمش بصيد سمك البوري. قلت له لا، ده احنا بنعشق صيد البوري وبنعشق اكل البوري. فالراجل المشكور اللي هو الاخ محمد سعيد اللي هو طلع لي في اول الفيديو، طلع معانا في اول الفيديو، اتصل بيا وقال لي ان انا شفت ناس بتاخد بوري، فقال لي هات لنا بوص طويل وتعالى عشان ننزل على البوري وتعلمني ازاي تشتغل على البوري. فقلت له اوكي. انا بصراحة ما كانش معايا غير بوصة يد 8 متر، وعندي بوصة تانية 6 متر بس مدبلة ما جبتهاش قدرا يعني، ما رضيتش نجيبها. المهم اول ما دخلنا المكان على البركة، اول ما نزلنا لمحنا ناس من بعيد خالص، بسم الله ما شاء الله، تقويسات جميلة خالص وشغل محترم يعني. اتفقنا خير، قلنا ان شاء الله شكل كده فعلا ان الايه سمك البوري شغال. بدأنا ننزل ببوصة واحدة. في البداية دخل علينا سمك كبير بدأ يقطع الخيط بتاعنا. طبعا زي ما احنا عارفين ان سمك البوري بننزلوا له بخيط خفيف اساسي، مثلا ما بيزيدش عن 25 و15 او 20 رمال. السمك اللي كان في المنطقة اليوم ده غير كل القواعد. ومعلومة طبعا يا جماعة ان في مثل يقول لو فاتك البحر سنين ما تسيبوش انت يوم، لان اليوم ده ممكن يكون فيه خير الدنيا والاخرة. سبحان الله البحر كده. وفعلا كان اليوم بتاعنا دوت يوم موعود بإذن الله ومشيته يعني على فكرة الناس اللي هي كانت معاها عدة يعني وقاعدين للصيد وقضوا يوم كامل، فيه اللي خد 30 كيلو سمك واللي خد 20 كيلو سمك، بسم الله ما شاء الله، كانت حاجة في منتهى الجمال. المهم احنا اشتغلنا في البداية بعدة خفيفة اللي هو خيط 25 زي ما قلنا، والرمال 20، وصنار 7 مستأنس، صنار عادي خالص زي بتاع التوم زي اي حاجة. العجينة بتاعتنا كنا احنا عاملين عجينة صعيدي. العجينة الصعيدي دي بتبقى عبارة عن دقيق ومية بس، بتقلبهم كويس وتعجينها كويس، وبتيجي في الاخر بتحط نقطة زيت على ايدك وتكمل عجنتك بيها وبتسيبها، ما تحطهاش على النار خالص.
رحنا هناك طبعا، اتعرفنا على الاخ شريف والاخ محمد حسن اللي هم معانا حاليا في الصوره ديت، ناس محترمه جدا يعني، وبدانا نشتغلوا. احنا طبعا كنا 4، كان معانا طعوم جمبري وسردين، فكان المفروض ناس هتشتغل على الجمبري والسردين وناس هتشتغل على العجينه هتبدل على البوصه. فانا طبعا نزلت بالعجينه وكنت ايه اول استفتاح بوري استفتحته وربنا كرمني وكده. بقيت الناس اشتغلت بالسردين والجمبري بس مفيش حاجه ضربت عليه. احنا طبعا كنا شرطين على بعض ان الرزق على 4، فاللي كان ربنا هيقسم ليه كان هيتقسم 4. طبعا معايا علي ابو تشيرت اصفر والاخ محمد سعيد وامير ابن خالي اللي هو بيصور. كنا منوين بدأنا اشتغلنا والحمد لله ربنا كرمنا، وبعد كده لما لقينا السمك بيقطع اضطرينا ان احنا نغير الهيئة انتقلنا. فاشتغلنا بخيط 20 رمال واشتغلنا اساسي 35، وبدأنا بقى بسم الله ما شاء الله قضينا اليوم بتاعنا. ولكن للأسف احنا كان معانا بوصة واحدة اللي معانا، فكان كل واحد بيصطاد بيها ايه بيصطاد بيها شوية بوصة يد طويلة. ده المقصود يا جماعة، اسمع كلام ان احنا البوصة دي كان تقريبا العرض بتاعنا كده، البوصة كان طولها 7 متر الا ربع تقريبا او 6 متر ونص. خليكم معانا طبعا، تنسوش تدعمونا بلايك، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. الفيديو كله سمك زي ما قلنا، والفيديو ده اهداء لكل عشاق البوري. تحياتي ليكم، اخوكم سامح الخوالقة. خليكم معانا نكمل الفيديو مع بعضينا. طبعا محمد سعيد ضيع برضو كام سمكة كتير خالص النهاردة، وسمك كان بيقطع منه خيط يعني، هو اول مرة في حياته يمسك بوصة يد، فكان بيشد شوية على السمكة فعشان كده كانت بتقطع. اللهم صل على النبي. اخيرا استفتحت يا صاحبي. مستر خايف على اللقطة؟ مستر خايف على اللقطة بيقول لكم العداد في ايه؟ وصلنا على النبي البوري اهو. ايوه يا عم تحت معانا النهارده عادي. ايه والله بسم الله ما شاء الله. الجو حلو بسم الله ما شاء الله جميل. صلى على النبي محمد حسن. سيجارة يا محمد هنشتغل بيها طعم. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك يا عم، الله يبارك.
وصلنا على النبي الكوري اهو. ايه والله بسم الله ما شاء الله. حتى لو ما خدتش سمك بس السمك هو جو حلو بسم الله ما شاء الله جميل. صلى على النبي. النبي محمد حسن. هنشتغل بيها طعم. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك يا عم. الله يبارك. الله يبارك في رزقك. استاذ بتاعنا محمد حسن. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الصاد بتاعنا محمد حسن عامل. بسم الله ما شاء الله. صياد من اوقات رحالة النهارده محمد حسن. يا تقوستك الجميلة يا حمام. صلاة النبي. صلاة النبي. ايه ده؟ ايه ده؟ حلو 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 حلو. حبيبي حمام. صلى على النبي الحاج محمد حسن اهو. احلى مسا عليك حاج محمد. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى موحى انت تعمل. Thank you.
يسترها يا رب. الله يرزقك يا محمد يا حسن. الله يرزقك يا ابو حسن يا غالي. الله يستر عليك يا رب. الله يستر عليك. الله يستر عليك. الله يستر عليك. ان شاء الله خير. يا كريم يا رب. لا اله الا الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. صفر بس انت يلا. طبعا انتوا كنتوا في رحله من رحلات من عصر خالص معزه يعني. كان معاكم اخوكم سامي الخالقه. بسم الله ما شاء الله. وصلنا يا جماعه لنهايه رحلتنا النهارده ان شاء الله. طبعا الفيديو ده كان الاسبوع اللي فات، انا كنت عايز نعمل لكم فيديو جديد على البوري، ولكن عندي مناسبه النهارده فجبت لكم الفيديو اللي فات، بقيت الكواليس الفيديو اللي فات. ان شاء الله نتقابل مع بعض الرحله الجايه في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو ينال اعجابكم. تحياتي ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.